انا اسمي روضة عبد الرحيم، طالبة في خدمة اجتماعية في سنة تانية، وبنشارك هنا في مبادرة من اجل مصر عشان نخلي مصر احسن، من احسن بايدينا طبعا، والشباب هو اللي بيطور مصر. ناوية تشارك في مبادرات تانية؟ اه طبعا. احمد وائل في المعهد العالي للخدمة الاجتماعية. محمد الطاهر، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية. ايه اللي خلاكم تشاركوا النهارده في المبادرة؟ المشاركة دي خصوصا عشان نحن نعرف ان احنا مش اقل من اي حد، ان احنا المبادرة دي ان احنا عملناها اصلا السنة اللي فاتت، فمش عايزين نبقى اقل من حد. احنا نازلين هنا عشان يعني خصوصا محافظتنا اللي هي محافظتنا ان احنا ننظف فيها، نساعد الناس برضو، الناس اللي بتشتغل، الناس الغلابة اللي شغالة في الشارع دي. لا، احنا دورنا كخدمة اجتماعية ان احنا المفروض نساعدهم. مبادرة منينا يعني، مش اكتر، وعشان برضو حب مصر. ايه اللي خلاك تشارك النهارده؟ مبادرتنا النهارده كانت بعنوان من اجل يوم في حب مصر. لما نقول مصر بقى هي وطننا، لازم نعمل حاجات تليق بالوطن بتاعتنا، ترفع من شان الوطن. لازم كلنا نحس ان احنا ايد واحده متجمعين، بنحط ايدينا في ايد بعض، بنساعد بعض، بنساعد في نظافه بلدنا. نظافه بلدنا تبقى نظافتنا احنا، بتخلي مستوانا يرتقي فوق جدا. دايما المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه عودنا ان احنا نقدم حاجه تليق بمستوانا، تليق بالوطن بتاعنا، فده كان حاجه حلوه ان احنا ننزل في الشارع وان احنا نساعد كده. ناويين تشاركوا في مبادرات تانية؟ كتير ان شاء الله. دايما احنا بنعمل كده، عملناها السنه اللي فاتت، وامبارح الطلاب بتوع سنه تانية بتوعنا هنا نزلوا عملوا مبادره هنا برضو في الشارع، واحنا كل سنه وكل ما نلاقي نفسنا ان احنا محتاجين البلد محتاجانا، ان احنا كده هننزل ونعمل كده. هنشارك ان شاء الله. تفيد بلدك وناسك تبني خير، النجاح ترسم طريقك بالطموح وعليه تسير، النجاح مش مستحيل للغني او للغني.